أنا دكتور فيصل عبد الرحيم شاهين، استشاري أول أمراض باطنية وكلى، حاصل على البكالوريوس من جامعة المنصورة، أيضا أخذت على جائزة الدولة التقديرية من جمهورية مصر العربية في مجال البحث العلمي. حصلت على زمالة من غلاسكو في المملكة المتحدة، ثم أيضا حصلت على الزمالة الفخرية من جامعة عدن، ثم الدكتوراه من جامعة فيينا الأولى. كنت أستاذ مشارك في جامعة فلوريدا بأمريكا، أقوم بمعالجة مرضى الكلى، مرضى الزارعين، أيضا إنشاء برامج كاملة لزراعة الأعضاء، كلى وكبد وقلب ورئة. وهذا المجال الحمد لله قمت به بخبرات واسعة جدا على مستوى العالم، والآن أنا أقوم بدور الرئيس المنتخب للجمعية العالمية لزرع الأعضاء واستئصالها. أتشرف أن أكون في مستشفى فقيه.